بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. بصيت أحوال الشباب اليومين دول، فلقيت إن إحنا محتاجين نلاقي قدوة ومثل أعلى. طب نجيب منين القدوة والمثل الأعلى في الظل اللي إحنا عايشين فيه؟ لقيت إن إحنا ممكن ناخد القدوة من الناس اللي كانت حول الرسول، الصحابة. فأستأذنكم إن إحنا كل يوم هنتكلم عن واحد من الناس العظماء اللي كانوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا مش أول واحد يتكلم في الموضوع، ناس كتير جدا سبقوني، بس هحاول على قد ما أقدر إن إحنا نبسط الموضوع عشان أنا وأنتم نفهم مع بعض. عايز أتكلم النهاردة عن سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا مصعب بن عمير زي ما كانوا بيقولوا عليه كده، واحد من أحسن الناس اللي كانت حول الرسول ريحة وخلقا ومظهر. سيدنا مصعب بن عمير زي ما بيقولوا عليه كان من أعطر أهل مكة، يعني دايما كانت هدومه كويسة، كان دايما حاطط برفان كويس. وبيقولوا إن سيدنا مصعب بن عمير كان هو حديث المدينة ساعتها، مش المدينة المنورة، لا، حديث مكة. سيدنا مصعب بن عمير كان من أعطر أهل مكة، وكان الناس بيستأنسوا بيه في المجالس، وكانوا بيحبوا يجيبوا سيرته ويحبوا يقعدوا معاه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اختاروا إن هو يبقى سفيره إلى المدينة. سيدنا مصعب بن عمير والدته كان اسمها خناس بنت مالك، كانت ست شديدة جدا جدا جدا، وكان ليها دور طبعا إن هي وقفت قصاده لما أسلم. موقف إسلام سيدنا مصعب بن عمير إن هو سمع عن في أهل مكة إن في واحد اسمه سيدنا محمد، وهو مشهور بالصادق الأمين طبعا، بيجتمع بالناس في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ودي كانت قريبة من الصفا اللي هي الصفا والمروة اللي احنا بنحج فيهم إن شاء الله. ففي يوم من الأيام قال أروح أقعد مع الناس دول وأسمع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول إيه. كان ده اليوم الموعود اللي أسلم فيه سيدنا مصعب بن عمير. ومن اليوم ده سيدنا النبي شاف فيه إن هو بذرة طيبة تنفع المسلمين والإسلام. بس للأسف زي ما بنشوف إن في ناس ناجحة، في ناس تكره لها الخير. عثمان بن طلحة شاف في سيدنا مصعب بن عمير وهو بيتردد على دار الأرقم بن أبي الأرقم طبعا مع المسلمين، وشافه في مرة وهو بيصلي زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فطبعا بسرعة وراح قال للسيدة فناس بنت مالك اللي هي والدة سيدنا مصعب. وكان الموقف موقف عظيم جدا، سيدنا مصعب كان واقف وكان السيدة فناس واقفة، وكان أهله وعشيرته وأهل مكة، لكنه طبعا ما تراجعش، الدين ما فيهوش تهاون، وقف يتلو عليهم القرآن. يعني سيدنا مصعب وقف يقول لهم الآيات اللي سيدنا محمد علمها له، وقف يقول لهم إن الدين الإسلامي دين بيساوي بين العبيد والأسياد، إن الدين القرآن الكريم طبعا بيدعو للإله الواحد وينبذ عبادة الأصنام. طبعا ما سلمش منهم، السيدة خناس حبسته وشددت عليه الحراسة، لكنه تمكن لما سمع إن في هجرة للحبشة، ودي كانت الهجرة الأولى طبعا، قدر إن هو يهرب من محبسه وهاجر مع المسلمين للحبشة. لما هاجر للحبشة رجع تاني، سيدنا مصعب رجع تاني على مكة علشان يكمل الدعوة الإسلامية بتاعته. سيدنا محمد شاف إن هو يقدر يكون أول سفير للإسلام ويروح للمدينة، علشان هتبقى الهجرة التانية إن شاء الله للمدينة. سيدنا مصعب كان راجح العقل، يعني كان راجل زي ما بنقول بالبلدي كده عقله كبير ومظهره كويس، بيدخل القلب من أول مرة، فكان هو أفضل سفير يروح لأهل المدينة. أهل المدينة ناس طيبين، وكانوا يعني هم كانوا النصير الأكبر للدين الإسلامي، ربنا يبارك فيهم طبعا. سيدنا مصعب قعد معاهم هناك وكلمهم عن الدين الإسلامي طبعا، وهو في رحلته دي ما سلمش من الأذى. طبعا سيدنا مصعب بن عمير لما راح المدينة كان في ضيافة أسعد بن زرارة، وده كان واحد من أشراف المدينة. في يوم وهو قاعد بيكلم الناس عن الدين الإسلامي وإزاي نخش الدين الإسلامي ومواصفات المؤمن الحق، دخل عليه أسيد بن خضير. أسيد بن خضير ده كان واحد من كبراء المدينة في وقتها طبعا، وداخل طبعا شايل السيف بتاعه وداخل يقتله ويقول له انت جاي، يعني الاصنام عندنا بنعبدها من مئات السنين، وانت جاي دلوقتي تبدلنا بالدين. طبعا الناس اللي قاعده حوالين سيدنا مصعب خافوا، لكن محدش فيهم اتحرك من مكانه. فسيدنا مصعب ضحك وتهلل كده وقال له
قال له اقعد اسمع، لو كلامنا عجبك كان بها، كلامنا ما عجبكش نمشي نرحل عن ارضكم ونفيك ما كرهت. بالنص سيدنا مصعب بن عمير قال له اولا تجلس فتستمع، فان رضيت امرنا قبلته وان كرهته كففنا عنك ما تكره. وسيد بن خضير راجل كان عاقل وراجل من كبار القوم، وحس ان هو حكم لضميره، قال له لو عجبك كلامنا اسمعه، ما عجبكش نسيبك ونمشي. طبعا قعد سمع، فقبل ما سيدنا مصعب بن عمير يخلص كلامه قال له وكيف ندخل الدين الاسلامي؟ قال له طهر ثيابك وتشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. طبعا دي كانت فتحه خير على المسلمين وعلى الاسلام. بعد سيدنا سعد بن خضير دخل سيدنا سعد بن معاذ، ودخل بعد منه سيدنا سعد بن عباده، ودخل ناس كتير قوي من اهل المدينه بعد الثلاثه دول، لان دول كانوا من اشراف المدينه. سيدنا مصعب بن عمير استشهد في غزوه احد، طبعا لان رماة المسلمين تخلفوا عن مكانهم وسابوا مكانهم اعلى الجبل ونزلوا تحت عشان يجمعوا الغنائم. وسيدنا خالد بن الوليد استغل النقطه دي، طبعا نقطه الضعف وجمع الغنائم، ولف حوالين جبل احد وخد مكان الرماة. سيدنا مصعب بن عمير مات وهو بيدافع عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لانه شاف سيدنا النبي واقف لوحده في الغزوه وكل اللي حواليه طبعا كانوا استشهدوا. ساعتها هو دافع عن سيدنا النبي، وقيل ان هو قطعت يداه اليمنى، وبعد كده قطعت ايده الشمال، وبعد كده قتل بالرمح، يعني الرمح دخل من صدره ونفذ من ظهره. كان مشهد مهيب. طبعا سيدنا النبي هو بيتحسس الشهداء بعد ما خلصوا لقاه وسط الجثث، وطبعا دي الغزوه اللي مات فيها سيدنا حمزه بن عبد المطلب. سيدنا النبي بكى على سيدنا مصعب بن عمير، ودي كانت من المرات القليله اللي سيدنا النبي بكى فيها. سيدنا مصعب بن عمير كان وهو بيستشهد كان بيقول كلمه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الكلمه دي بعد كده نزل بها الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وبقت قران يتلى حتى الان. سيدنا مصعب بن عمير واحد من شباب المسلمين اللي افنوا حياتهم في الدعوه الاسلاميه وواجه صعاب كثيره والدنيا. سيدنا مصعب بن عمير في مره من المرات خرج على الصحابه وهم قاعدين حوالين الرسول عليه الصلاه والسلام، فاحنوا رؤوسهم، ومنهم اللي بكى لانه رآه وهو لابس هدوم، او يعني هدوم مقطعه وفيها رقع. فسيدنا النبي اخذ حقه على طول وقال لهم لقد رايت مصعبا هذا بمكه، وما من فتى انعم منه ولا اكثر منه عطرا، ولكنه ترك ذلك كله حبا في الله ورسوله. سيدنا النبي تخيلوا ان سيدنا النبي بيدافع عن سيدنا مصعب بن عمير، يقول لهم ان الراجل ده المثل والقدوه، ساب اللي هو كان فيه من خير ونعيم، وكان راجل كريم في اهله وشريف في اهله حبا في الله ورسوله، وعشان كده ربنا اعزه بالاسلام، وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان هو شهيد، وده كان يوم غزوه احد. اتمنى ان احنا نكون لقينا المثل والقدوه اللي احنا بندور عليها في سيدنا مصعب. استنونا في حلقات تانية من رجال حول الرسول.